السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. إن شاء الله في هذا الفيديو حنكمل شرح باقي الأفكار الموجودة على درس قوانين النهايات. أخذنا قاعدة إنه الثابت بيطلع برا النهاية، أخذنا قاعدة إنه النهاية بتتوزع على الجمع وعلى الطرح. ضل لنا فكرة بإيجاد قيمة الثابت على الجمع والطرح. السؤال اللي أمامنا، إذا كانت نهاية 9 س ناقص 4 لما سين تؤول إلى ألف تساوي 18، جد قيمة الثابت ألف. هنا طالب مني قيمة الثابت ألف، معطيني ناتج النهاية تساوي 18 بس سين تؤول إلى ألف. أنا بعرف قيمة هذه الألف، هذه الألف المجهولة عندي. هيك سؤال ببلش شغل كأنه النهاية مش موجودة عندي، بوزع النهاية على الجمع أو على الطرح زي ما هو موجود عندي، بطلع الثابت برا النهاية وبكون في الأخير معادلة عندي. نبلش شغل. الحل، بنوزع النهاية بتصير نهاية 9 س ناقص 4 نهاية 4 لما س تؤول إلى ألف، وهنا س تؤول إلى ألف، كله بيساوي كم؟ 18. طيب الآن نهاية 9 س لما س تؤول إلى ألف بدي أعوض ألف محل س، بدها تصير 9 ألف ناقص نهاية الأربعة لما س تؤول إلى ألف. هذه نهاية ثابت، نهاية الثابت هو نفس الثابت، حيكون يساوي 18. طيب هنا صار عندي معادلة عادية، بدي أحل المعادلة هذه إني أوجد قيمة ألف المجهول اللي عندي، ما في عندي إلا مجهول واحد وعندي معادلة واحدة. بنقل السالب 4 على الطرف اليسار، بتصير عندي 9 ألف تساوي 18 زائد 4. ليش زائد 4؟ لأنه لما أنقل العدد من طرف إلى طرف آخر بعكس الإشارة مباشرة، إذا كان سالب بده يصير زائد، إذا كان زائد بده يصير سالب. 9 ألف تساوي 18 زائد 4 هتكون 22، نقسم على 9، نقسم على 9، 9 راحت مع 9، ضل عندي ألف تساوي 22 على 9. هذه هي قيمة ألف المطلوبة. هيك احنا قدرنا نطلع قيمة المجهول اللي عندنا. نروح على فكرة ثانية، سؤال ثاني بنفس المبدأ. طلب مني إذا كانت نهاية س زائد 3 لما س تؤول إلى ألف تساوي 5، جد قيمة ألف. هنا نفس الفكرة، ما بيختلف أبدا عندي، بنفس الطريقة النهاية بدها تتوزع على الجمع، فبدها تصير طبعا الحل تصير نهاية س لما س تؤول إلى ألف زائد نهاية 3 لما س تؤول إلى ألف. طيب هذا الحكي كلياته هو حكى إنه بيساوي 5، تكون يساوي 5. طيب نهاية س لما س، نهاية س لما س تؤول إلى ألف، هذه تعلمنا إنه تعويض مباشر، إنه الألف حنعوضها بالسين مباشرة، فبدأ تصير عندي نهاية س لما س تؤول إلى ألف، نعوض الألف محل س بدها تصير ألف. طيب نهاية 3 لما س تؤول إلى ألف، هذا نهاية الاقتران ثابت، نهاية الاقتران الثابت حكينا هو نفس الثابت
فبدأ تصير عندنا زائد ثلاثة تساوي خمسة. ننقل الثلاثة على الطرف الثاني، بدأ تصير عندنا ألف تساوي خمسة ناقص ثلاثة، ألف تساوي خمسة ناقص ثلاثة حتصير عندنا اثنين. هذه هي قيمة ألف. هيك احنا قدرنا نوجد قيمة المجهول اللي عندنا. دائما بنشتغل بناء على القواعد. نروح على قاعدة جديدة بإذن الله، اللي هي قاعدة الضرب والقسمة. لما يكون عندي نهاية لضرب أو نهاية لقسمة، كيف حتعامل معها؟ القاعدة بتحكي لي نهاية قاف السين لما السين تؤول نهاية قاف السين لما السين تؤول إلى ألف إذا كانت تساوي لام، ونهاية هاء السين لما السين تؤول إلى ألف تساوي كاف. هنا معطيني هو تعريف للنهاية، إنه نهاية قاف السين بتساوي لام، يعني إنها بتساوي رقم، بس هو مجهول كونه قاف السين مجهول، ففرض إنها بتساوي لام، هاي لام. ونهاية هاء السين لما السين تؤول إلى ألف، فرض إنه قيمتها تساوي كاف. أجا هون حكالي نهاية قاف ضرب هاء السين لما السين تؤول إلى ألف. حكى هون أنا عندي النهاية توزع على الضرب. كيف كنا نوزعها على الجمع والطرح؟ حنوزعها على الضرب. فالنهاية بدها تروح مع القاف والنهاية حتروح مع الهاء، فبدها تصير نهاية قاف السين لما السين تؤول إلى ألف مضروبة بنهاية هاء السين لما السين تؤول إلى ألف. نهاية قاف السين لما السين تؤول إلى ألف هي قيمتها لام، حطينا لام، مضروبة بنهاية هاء السين لما السين تؤول إلى ألف قيمتها كاف ضرب كاف. هذه قاعدة الضرب. قاعدة القسمة عندنا نهاية قاف السين على هاء السين لما السين تؤول إلى ألف تساوي نهاية قاف السين لما السين نهاية قاف السين لما السين تؤول إلى ألف تقسيم نهاية هاء السين لما السين تؤول إلى ألف. هو شو عمل؟ النهاية وزعها، أعطى البسط نهاية وأعطى المقام نهاية، فتوزعت النهاية على البسط وعلى المقام. ونهاية قاف السين لما السين تؤول إلى ألف قيمتها لام، أنا معطيك إياها هون، ونهاية هاء السين لما السين تؤول إلى ألف قيمتها كاف، وأنا معطيك إياها هون. هذه قاعدة الضرب والقسمة وأثر النهاية عليها. يعني تلخيص نهائي قبل ما نبلش في حل مثال، إنه النهاية توزع على الجمع وعلى الطرح وعلى الضرب وعلى القسمة، وإذا كان في عندي ثابت مضروب في الاقتران بقدر أطلعه خارج النهاية. نيجي نأخذ مثال عن قاعدة الضرب والقسمة. السؤال الأمامي بحكي لي إذا كانت نهاية قاف السين لما السين تؤول إلى واحد تساوي ثلاثة، معطيني قيمتها جاهزة، ما في داعي أن أروح أنا لأوجد قيمتها. ونهاية هاء السين لما السين تؤول إلى واحد سالب سبعة. جد نهاية قاف السين ضرب هاء السين لما السين تؤول إلى واحد، هذا المطلوب الأول. طيب إحنا تعلمنا من شوي إنه النهاية بتتوزع على الضرب، فالنهاية ضرب قاف السين والنهاية ضرب هاء السين، فبدأ تصير نهاية قاف السين لما السين تؤول للواحد إشارة الضرب اللي بيناتهم تنزل كما هي، نهاية هاء السين لما السين تؤول إلى واحد. طيب بس أستاذ إحنا هون نهاية قاف السين لما السين تؤول إلى واحد أنت معطيني إياها جاهزة ثلاث، أقول لك ممتاز نزلها زي ما هي مضروبة
وبرضه يا استاذ انت نهايتها السين لما سين تاولها واحد انت كمان مجهز لي اياها، معطيني قيمتها سالب سبعة. بقول لك برضه ممتاز، ضرب سالب سبعة، ثلاثة ضرب سالب سبعة بعطيني سالب 21. انا هيك خلصت حل الفرع الاول. نيجي على الفرع الثاني. طيب الفرع الثاني بيحكي لي نهاية هاء السين على قاف السين لما السين تؤول إلى واحد، برضو نفس الشيء، النهاية تتوزع على البسط وعلى المقام، فبده يصير عندنا نهاية هاء السين على نهاية قاف السين لما السين تقول طبعا الواحد. طيب نهاية هاء السين أنا ما أعطيك إياها سالب سبعة، ونهاية قاف السين أنا ما أعطيك إياها إنها ثلاثة، فحيكون الجواب سالب سبعة على ثلاث. هيك إحنا قدرنا نتعامل مع نهاية لاقترانين مضروبات في بعض أو اقترانين مقسومات على بعض. الله يعطيكم العافية. إن شاء الله في الفيديو القادم حنتكلم عن نهاية الاقترانات النسبية. وموفقين إن شاء الله.